بسم الله الرحمن الرحيم. رسم الحوائط الساندة. النهاردة هنرسم حوائط ساندة من الخرسانة العادية، والحوائط الساندة اللي عندي اللي هي الأجنحة بتاعة المنشآت الهيدروليكية. نبتدي بملاحظات عامة وهامة على الرسم المدني، مقياس الرسم والرفرفة و و و إيه الستاندرد بتاع الرسم المدني. اول حاجة عندنا مقياس الرسم. مقياس الرسم 1 إلى 100، يبقى مقياس الرسم عندي 1 إلى 100. 1 سنتيمتر على الرسم يقابل 100 سنتيمتر في الطبيعة. ببساطة شديدة 1 سنتي على اللوحة يقابل 1 متر في الطبيعة. وبنكتب الأبعاد الحقيقية على اللوحة. إحنا عندنا في الرسم المدني في المنشآت الهيدروليكية بنرسم المساقط الثلاثة اللي هنتكلم عليهم بعدين، اللي هم في ذهن الطالب اللي هم بلان إليفيشن وسايد فيو. هنرسم الثلاث مساقط مع بعضهم البعض، يعني مش هنرسم مسقط وننتظر لحد ما نكمله للآخر وبعدين نبدأ نسقط منه التاني وبعدين نسقط، لا احنا هنرسم التلاتة ايه مع بعض. المسافات الرأسية عندي في المنشآت الهيدروليكية بنعبر عنها باستخدام المناسيب، بمعنى باجي افترض مثلا أرضية الدور الأرضي على منسوب، السقف هيبقى على منسوب، لو طرحت منسوب السقف عن منسوب الأرضية بجيب ارتفاع الايه الدور، وهكذا في المنشآت الايه الهيدروليكية. المنسوب عندي بكتبه بين قوسين ولأقرب سنتيمتر، اللي واضح قدامي هو منسوب صفر. الحائط، واحنا بصدد رسم الاجنحه من الخرسانه العاديه، ميل الحائط الخرساني ناحيه التراب المسنود بيبقى 4 إلى 1، 4 رأسي إلى 1 أفقي. اما الميول الترابيه فهي بتبقى على حسب نوع التربه. وبنصنف التربه بالنسبه للمنشآت الهيدروليكيه من حيث الميول الترابيه الى 3 أصناف: تربة طينية متماسكة ميلها بيبقى 1 لـ1، تربة طينية مفككة ميلها بيبقى 3 لـ2، التربة الرملية بيبقى ميلها 2 إلى 1. ملاحظة هامة جدا في الرسم المدني انه لما يكون عندي مستويات ميلة فبديها انديكيشن، علامة تهشير على ان هذا المستوى مايل. اذا بيتم تهشير المستويات المايلة عندي سواء كانت حيطة أو إيه تراب. الحوائط لها طريقة تهشير، إن أنا باجي على السطح المايل وأبتدي أرسم خط يبين أن هناك ميل، يبقى الميل هنا الخط ده بيعبر عن إن في ميل من عند السطح ده ونازل إلى أسفل. الميل بتاعي دوت تهشيره بيبقى خطوط متساوية، هي متساوية على قد بعضها على مسافات ايه متباعدة، وكده يبقى انا عبرت عن الايه ان السطح ده مايل. ابعد مسافة واعمل نفس الايه الانديكيشن بتاعتي ان ايه المستوى ده ايه مايل. لو ده مثلا ميل حيطة خرسانة عادية بيبقى ميلها 4 إلى 1، أؤكد إن الميل 4 لـ1، أؤكد إن الميل 4 إلى 1. إذا طريقة التهشير هنا بتعبر عن ان السطح عندي ده مايل من السطح ده وايه لتحت كده. لو عندي الميل ترابي وده السطح اللي عندي اللي هو تراب ومايل، برضو نفس الكلام بعمل له تهشير والميل بتاعي من الاعلى الى الايه الاسفل، بس التهشير بيبقى مختلف عن تهشير الايه الحوائط. هنا باجي اخد شرطة صغيرة، شرطة صغيرة بتعبر عن ان ده بايل في الاتجاه دوت، بتبقى تقريبا دي ربع المسافة اللي ايه اللي هي بتاعة المستوى الايه المايل. وبعدين اخد
شرطة أكبر منها شوية، خط أكبر منها شوية، ضعفها يعني نص المسافة، يعني ده كده في نص الإيه المسافة. وبعدين آخد واحدة كمان، يبقى شرطة صغيرة، شرطة كبيرة، شرطة إيه صغيرة. دي بتدل على إن السطح ده مايل في الاتجاه ده من أعلى إلى أسفل. التهشيرة دي تدل على أن الميل اللي عندي ترابي، أما التهشيرة دي بتبين أن الميل في حائط، سواء خرسانة عادية أو خرسانة إيه مسلحة. طبعا ما بنكتفيش بواحدة، لأن السطح ده كله مايل في الاتجاه ده، فببتدي أعمل الإيه التهشيرة تانية. يعني بنحاول نخلي المسافات بتاعتي مسافات قريبة، ها، ومش قريبة قوي عشان الايه المجهود. وبعد كده بنكتب الميل بتاعي 1:1. دي ملاحظات عامة وهامة على الرسم المدني بصفة عامة، انما احنا بصدد رسم الجناح اللي هو من الخرسانة الايه العادية، فاحنا عايزين نشوف شوية ملاحظات على الحوائط الخرسانية العادية قبل ما ندخل على رسم الايه الاجنحة. دي قررناها انه الحائط بتاعي ميله ناحية الأتربة المسنودة ميل 4:1، 4 رأسي إلى 1 أفقي. تعالوا نشوف إزاي بنعمل الميل 4:1. على فرض إن دوت هنا منسوب سطح الحيطة من أعلى، هنا منسوب سطح الحيطة من أسفل، يعني المسافة اللي بينهم هي مسافة ارتفاع الحائط إيه اتش. فإحنا بنقول ميل الحائط 4:1، يعني 4 رأسي و1 أفقي، يعني الأفق ربع الرأسي. فباجي من هنا وأقيس مسافة ربع الاتش، يبقى هنا الاتش دوت بقسمه على 4 وأروح حاطط المسافة ديت، المسافة دي بتبقى ربع ايه اتش. لو أنا وصلت النقطة ديت بالنقطة ديت هيديني خط مايل، الخط المايل دوت ميله 4:1. يبقى كده أنا رسمت الخط بتاعي 4:1، بتبقى النقطة دي مثلا معلومة عندي، أنزل كده المسافة اتش، أخد كده ربع اتش وأوصل بينهم، يديني الميل بتاعي 4:1. عشان أستكمل القطاع العرضي للحائط الخرسانة العادية بيبقى لازمني هنا المسافة ايه بي، العرض بتاع سمك الحائط من أعلى اللي هو بي. يبقى من هنا كده باخد العرض بتاعي بي، وكده ارسم من هنا بقى الحائط الايه الجانب الرأسي من الايه الحائط. يبقى انا كده رسمت الحائط بتاعي، السطح العلوي بتاعه العرض بتاعه بي، السطح السفلي بتاعه السمك بتاعه بي زائد ربع ايه اتش. هبتدي ارسم القاعده اللي هي شايله الحيطه. القاعده تبعد عن الحائط من جميع الجوانب بتاعته اللي هي مسافه الايه الرفرفه، والرفرفه كام؟ 25 ايه سنتي. هاجي اخد الرفرفه من هنا واجي اخد الرفرفه ايه من هنا. يبقى لما باجي اخد الرفرفه من هنا ومن هنا جبت الايه القاعده بتاعتي. وما تنساش مسافه الرفرفه هنا بنخليها 25 ايه سنتي. بعد ما رسمت سطح القاعده من فوق اللي هو بقى بي زائد ربع اتش زائد الربع زائد الايه الربع، بروح لارتفاع القاعدة أو سمك القاعدة اللي هو ما بيقلش عن إيه؟ 1 متر. نفترض إنه 1 متر، أبتدي أرسم سمك الإيه؟ القاعدة. يبقى كده خلصت رسم الحائط، أقفل الخط دوت، يديني عرض القاعدة من تحت اللي هو أصبح كام بقى؟ بي زائد ربع اتش زائد إيه؟ نص. خلصت رسم الحائط، أنا عارف إن الحائط ده دلوقتي بالنسبة لي إيه؟ ده قطاع قاطع انا في الخرسانه الايه العاديه. اهشر الايه التهشير بتاعي بعد كتابه البيانات اللي هي عندي، اللي هي الايه المناسيب اللي احنا قلناها بنكتبها ما بين قوسين والاقرب سنتيمتر. يبقى انا كده استكملت البيانات كلها. اخر مرحله عندي ان انا بهشر الايه القطاع بتاعي على انه خرسانه عاديه. نبدا دلوقتي في الأجنحة من الخرسانة الإيه العادية. إيه هو الجناح؟ الجناح بتاعي هو عبارة عن حائط صندوقي، حائط صندوقي أهو الحتة دي من هنا، من هنا مع ديت اللي هي عاملة حرف L، ده بيديني حائط إيه صندوقي. يليه
حائط مستقيم، يبقى الحتة دي كده من هنا بقى، من بداية هنا مثلا لحد هنا، ده كده حائط ايه؟ مستقيم. يليه حائط مائل، اهو حائط مائل. نخلي بالنا بقى الحائط المائل ده مهم جدا جدا، لان عندي هنا في ميل في اتجاه الحيطة معايا هنا، وفي ميل في الاتجاه الايه؟ التاني. الميل اللي في الاتجاه التاني ده ملوش دعوة باسم الايه؟ الحيطة، او شكل الحيطة. الميل 4:1 ده خاص بالايه؟ ان الحيطة من الخرسانة العادية. الميل 4:1 ده اللي هو في جانب سند الايه؟ الاتربة. انما الحيطة دي مش مايلة، الحيطة الصندوقية مش مايلة، الحيطة المستقيمة دي مش مايلة. دي الحيطة دي ابتدت اهي ارتفاعها هنا عالي، ابتدى الحيطة بتاعتي ارتفاعها يقل 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 يقل، يعني عاملة ايه؟ ميل في الاتجاه دوت، لذلك بيطلق عليها اسم الايه؟ الحائط المائل. دلوقتي الحائط الصندوقي مع الحائط المستقيم مع الحائط المائل كله بيسمى جناح، وعشان هي من الخرسانة العادية فبنقول جناح من الخرسانة الايه؟ العادية. تعالوا نشوف مكان تواجد الجناح في المنشأ الهيدروليكي بتاعي. ده جزء احنا واخدينه من الايه؟ موديل، نموذج للمنشأ الايه؟ الهيدروليكي. واضحة قدامي قوي الحائط الصندوقي، يلي الحائط الايه؟ المستقيم، ادي حائط صندوقي وادي حائط ايه؟ مستقيم. الحائط المائل فين؟ في الخلف، مش واضح هنا في الصورة، و إن شاء الله مع التقدم في الرسم نجيب صور واضحة ونبينها لكم. طبعا لو هو مقام كالمعتاد هذا المنشأ على مجرى مائي، وعشان كده بتسمى المنشآت المائية أو منشآت الهيدروليكية، يبقى عندي هنا في حركة للمية. فلو افترضنا إن حركة المية كده، يبقى كده أصبح ده بالنسبة لي كأن أنا ماشي مع حركة المية جناح إيه؟ أيمن، وده بقى جناح إيه؟ أيسر. إذا نخلي بالنا هنا إحنا بنعتبر إن المية داخلة كده، يبقى عندي ده جناح أيمن وده جناح إيه؟ أيسر. يبقى في غالبية المنشآت الهيدروليكية بيبقى عندي جناحين، لأنه بيبقى في أتربة من اليمين وأتربة من الشمال، والمية ماشية في الإيه؟ في النص، فبيبقى عندي جناح يمين وعندي جناح ايه؟ شمال. عرفنا مكان الأجنحة، والمطلوب دلوقتي ان احنا ننتقل خطوة جديدة الى عملية الايه؟ الرسم. اللي قدامنا دوت عبارة عن رسم لايه؟ لجناحين. ده رسم الايه؟ لجناحين، وده المعطى ليا مسقط افقي. عايزين نشوف ايه المطلوب. المطلوب الرسم بقياس رسم 1:100. في بداية كلامنا قلنا مقياس الرسم 1:100 معناها المتر في الطبيعة هيبقى سنتي على الايه؟ الرسم. مطلوب ايه؟ المساقط الثلاثة للجناحان التاليان. يبقى احنا دلوقتي عايزين نرسم المساقط الثلاثة للجناحين دول، وهو مديني مسقط ايه؟ افقي. برضو نركز في الايه؟ في حركة المية. حركة المية هنا بقى ستاندرد في شغل الري والهيدروليكا، وفي الرسم بتاعنا بنعتبر حركة المية هنا من الشمال للايه؟ لليمين. يبقى ده جناح ايمن، ده جناح ايه؟ ايسر. زي ما قلنا المطلوب الرسم بقياس رسم 1:100 ثلاث مساقط. ايه هما الثلاث مساقط؟ مسقط افقي اللي هو معطى، تمام. تاني مطلوب قطاع رأسي اي، قطاع رأسي اي، يعني هقطع بالايه؟ بالشكل ده كده، ده قطاع رأسي اي، هقطع وابص الايه؟ لفوق. المسقط الثالث المطلوب هو قطاع جانبي. نخلي بالنا بقى من القطاع الجانبي لانه ده له قواعد في الرسم المدني مختلفة عن اي ايه؟ رسم اخر. القطاع الايه؟ الجانبي. القطاع الجانبي المطلوب هو قطاع جانبي A B
سي دي. نشوف القطاع الجانبي هيبقى شكله ازاي. ايه؟ ابص كده، بي لازلت باصص كده وبعدين بدخل كده اهو، سي يعني انا كده شايف الجناح الايسر اللي هو ده منين؟ من الاتجاه ده، كأن الجناح الايسر هبص عليه كأنه واجهة. بعدين دي يبقى انا كده هنا قطعت في الايه؟ قطعت في الجناح الايمن. يبقى الجناح الايمن هيبانش الحته الجزء ده ايه؟ قطع مقطوع، يبقى هيبان هنا كده مقطوع، وكأن الجزء دوت اختفى في الايه؟ القطاع الايه؟ الجانبي، لانه هيبقى ورايا انا هنا، بقيت عندي ايه؟ سي دي. مظبوط. يبقى عندي المسقط الثالث هو قطاع جانبي اهو، قطاع جانبي كده، قطاع جانبي A B C D. مظبوط. طيب يبقى المطلوب مسقط أفقي، قطاع رأسي EE، قطاع جانبي A B C D، عشان ابتدي الرسم بتاعي هبتدي برسم ايه؟ المسقط الافقي، مع زي ما قلنا في الملحوظه الاولانيه رسم المساقط الثلاثه مع بعضهم. فعشان اقوم بعمليه الرسم لازم الاول يكون عندي مهاره قراءه الرسم. يعني ايه مهاره قراءه الرسم؟ يعني فين البيانات الهامه اللي انا لازم ابتدي بيها الرسم، و البيانات ديت هي البيانات ومهارة القراءة ديت اللي محتاجها مهندس التنفيذ عشان يقرأ الرسم وينفذ الايه؟ الكلام اللي هو ايه؟ بيقرأه. فاحنا بدأنا وعرفنا في ان الحائط الخرساني محتاج منه المناسيب بتاع القاعدة وسطح القاعدة ومنسوب السطح الايه؟ العلوي. الميل احنا عارفينه 4:1، لكن برضه محتاج عرض الحائط من اعلى، ومحتاج اعرف عرض الجناح كام وطول الجناح كام وميل الحيطة الخلفية كام. اذا كل دي معلومات في ذهني واسئلة في ذهني، لابد ان انا يكون لدي مهارة القراءة ان انا اطلع البيانات دي من ايه؟ من الرسم. وممكن يديني البيانات دي بطريقة كتابية، يعني ممكن هنا بيقول لي هو مثلا يعني ملاحظات هامة، سمك الحائط عند القمة، يعني السمك اللي هو ده كده، سمك الحائط عند القمة اللي هي دي كده، اللي هي المسافة بي 50 سنتي، يبقى هو مديهاني هنا 50 سنتي. الرفرفة 25 سنتي من غير ما يقولها، خلاص بقت معلومة ثابتة. سمك القعدة لا يقل عن 1 متر، بقت معلومة ثابتة. يبقى التلاتة دول أستفيد منهم إن عندي عرض الحيطة، سمك الحيطة عند السطح العلوي اللي هو بي 50 سنتي. نشوف بقى المناسيب. واضح هنا منسوب السطح العلوي للحيطة 6، وبعدين هنا بنميل ونروح للقعدة، دي القعدة، ده سطح القعدة، أو هنا بنزل رأسي يبقى ده سطح القعدة. إذا سطح القعدة منسوبه 4، يبقى عندي سطح الحيطة من فوق 6، سطح القعدة 4، يبقى عندي منسوب القعدة تحت لو نزلت 1 متر هيبقى المنسوب ايه؟ 3. اذا انا استنتجت منسوب 3 ده. بعد كده عايزين نشوف بقية الابعاد اللي مطلوب ان انا ارسم بيها. الميل بتاع الحيطة اللي ورا اهو مدهوني 1:1. بيقول لي في ادمة هنا، في ادمة اهي منسوبها 4.5، يعني ترتفع عن منسوب القاع بكام؟ بنص، لان سطح القاع 4. كمان مديني هنا بيقول لي طول الحائط الصندوقي اللي هو هنا، الطول ده هو الحائط الصندوقي بتاعي، المسافة ده هي اللي هي بيسميها هنا اكس. خلي بالك بقى ديت هتبقى مسافة مهمة واحنا بنديها ايه؟ الرمز ايه؟ اكس. قال لي المسافة اكس دي معطاه هنا بكام؟ بتلاتة ايه؟ متر. واحنا هنشوف بعد كده ازاي نستنتجها. يبقى عندي المسافة ديت اكس 3 ايه؟ متر. طبعا دي زيها لان في تماثل ما بين الجناح الايسر والجناح الايه؟ الايمن.
كده بقت كل الايه البيانات عندي معروفه. طيب طول الجناح كام؟ من اول الجناح لحد اخره مديني المسافه 10 متر. يبقى على فكره انا ممكن استنتج طول القعده من الاول للايه للاخر 10 متر زائد ايه رفرفه من هنا ورفرفه من هنا، يبقى يديني 10 وايه ونص. يبقى عندي طول الجناح، عندي التلاتة متر دي عرض الجناح، عندي المناسيب 6 4 3، عندي الميل الخلفي 1 لـ1. تتبقى مسافة مهمة جدا جدا، اللي هي مسافة المسافة بين الجناحين من أول الجناح لحد أول الجناح الإيه التاني كام؟ هنا بيقول لي المسافة بين الجناحين 4 متر. قريت أنا دلوقتي الخطوة الأولى في الرسم ان انا اقرا البيانات بتاعتي، اشوف البيانات بتاعتي اللي معطاه، وابقى انا جاهز بالاسئله. عايز اعرف المناسيب، عايز اعرف عرض الحائط، عايز اعرف ميل الحيطه الخلفيه، عايز اعرف المسافه اكس، عايز اعرف طول الجناح. بدور على البيانات ديت، عرفتها يبقى خلاص هبتدي استخدمها ان شاء الله في رسم المطالب بتاعتي اللي هم الثلاثه، وهيبقوا دايما ثابتين معانا: المسقط الافقي، القطاع الرأسي اي اي، القطاع الجانبي اي بي سي دي. بقيت انا جاهز دلوقتي، قريت البيانات بتاعتي كلها، عرفت المطلوب مني الثلاث مساقط بمقياس رسم 1 لـ100. ببتدي اقول بسم الله واجيب لوحة الرسم وابتدي عملية رسم المساقط الثلاثة بقواعد الرسم المعروفة. هيبقى فوق القطاع الرأسي، هيبقى تحت المسقط الأفقي. الجديد هنا هيبقى المسقط الجانبي بتاعي على اليمين، زي ما احنا بصينا A B C D بالطريقة اللي احنا قلنا عليها وهنشرحها بعد كده. هيبقى المسقط الجانبي فين؟ على اليمين. طيب عايز انا عشان الرسمة ما اروحش يمين ولا اطلع فوق ولا انزل تحت، الرسمة ما تبقاش مناسبة. احنا عارفين انه الاليفيشن بتاعي ما بياخدش ارتفاع كبير، ده احنا لسه قايلين لو انا عندي منسوب، المسألة اللي انا هرسمها مثلا المنسوب العلوي كان كام؟ المنسوب العلوي بتاع الحيطة بتاعتي كان 6، المنسوب بتاع سطح القعدة 4، يعني ارتفاع الحائط 2، والارتفاع القعدة 1 متر، يبقى احنا بنتكلم من منسوب 3 لـ6 مسافة 3 متر. وما عنديش انا حوائط ساندة هتبقى ارتفاعاتها مثلا ايه 7 متر و8 متر، اذا انا مش محتاج طول هنا ارتفاع، يعني ارتفاع هنا كبير. طيب ده انا لو خدت 10 سنتي، خدت 10 سنتي من هنا وقلت هبتدي المسقط الرأسي القطاع الرأسي من هنا، يبقى دي كلها بتاعة القطاع الايه الرأسي. طيب كده احنا حددنا المسافة دي. طب المسافة دي بقى اللي هو الطول بتاع الايه هنقول عليه، بس دلوقتي مبدئيا نقول ان المساحة دي كلها هتخصص للقطاع الايه الرأسي. يعني اخد خط كده تحت المستطيل ده كده هنا واقول ايه القطاع الرأسي هيبقى بتاعي ايه فوق. احنا قلنا هيبقى القطاع الجانبي على اليمين هنا، وهيبقى واخد نفس المسافة ده. طيب يبقى اجي من اليمين واخد مسافة ايه 10 سنتي برضو اهي كده. يبقى انا ده للقطاع الرأسي وده شوفوا القطاع الجانبي. وخلي بالكم احنا كاتبين كده ليه؟ لان انا هبص على القطاع الجانبي بهذه الايه الصوره وكاني باصص له من الشمال للايه لليمين. احنا عملنا القطاع بتاعنا اي بي سي دي ايه في الاتجاه اللي هو ناحيه الايه اليمين. واضح دلوقتي ان انا لو خدت 10 سم من اللوحه فوق وخدت 10 سم من ناحيه اليمين، اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي هنا طبعا اللوحه معروفه 70 في 50، ده كده 50 وده كده ايه 70. ال10 يتبقى من هنا كده كام؟ 40. وهنا يتبقى كام؟ يتبقى 60. يعني المتبقي عندي 40 ايه في 60. ال40 في 60 دولت هسيب مسافة من القطاع الرأسي
واسيب مسافة من القطاع الجانبي واسيب مسافة من تحت كده ومسافة من فوق، هيبقى المساحة دي كلها للمسقط الايه الافقي. ده شغل الرسم المدني في المنشآت الهيدروليكية. بلاقي اللوحة كلها واخدها مين؟ البلال، والقطاع الرأسي واخد جزء فوق صغير، والقطاع الجانبي واخد جزء ايه على اليمين. يبقى احنا كده نظمنا اللوحة ايه بتاعتنا. طبعا لما باجي ابتدي الرسم بتاعي في المسقط الافقي، ببتدي كده ايه بمحور هنا كده تماثل في النص، يبقى الايه المسقط بتاعي الافقي شغال عليه. هنا سايب مسافة بين المسقط الافقي والقطاع الرأسي، بتبقى صغيرة يعني مش لازم تكون كبيرة، وهنا ما بين الجانبي وهنا من على الايه الجوانب. نبدأ بقى ايه رسم الحائط اللي هو التمرين اللي هو اللي فات اللي هو عايز فيه المساقط الايه الثلاثة. ببدأ بأول حاجة المحور بتاعي اللي هو السنتر ايه لاين في المسقط الايه الافقي. تلاحظوا شوف انا بادئ منين. طب ما احنا قلنا هنرسم المسقط الجانبي فين؟ على اليمين. طب ما اخد المحور ده كده، لان انا هرسم ده بالايه بالمسطرة تي كده. طب ما اكمل هنا واروح عامل السنتر لاين في الايه في السايد ايه فيو. يبقى هنا ببتدي ارسم مع بعضه عشان اوفر وقت ويبقى الرسم طالع ايه نظيف، وكمان بيفهمني انا بعمل ايه. تمام، يبقى احنا خدنا الايه السنتر لاين بتاع الايه اللي هو المحور بتاع التماثل ما بين الجناحين هنا في الرسمه دي. هاخد خط راسي كده، خدت خط راسي. خلي بالكم طالما خدت خط راسي كده في المسقط الافقي، اخد المقابل له في الايه في الاليفيشن، لان انا كده برضو بالمسطره تي ده هاخده بالايه بالمثلث. يبقى اخد هنا خط كده مع الخط ده، الخط ده يكون خفيف لانه هبتدي اعمل عليه الايه الابعاد وبعتبره خط ايه مساعد في الرسم. هبتدي دلوقتي اقول ان انا عندي الجناح يبعد كام هنا من السنتر لاين. كان في المسألة المسافة ما بين الجناح والجناح 4 متر، يبقى هنا 4 متر يعني على الرسم تبقى 4 سنتي. هاخد كده بقى مسافة كام عشان يجي معايا الجناح؟ هقيس من هنا كده مسافة كام؟ 2 سنتي، لان المسافة من الجناح للجناح 4، يبقى من الجناح للسنتر لاين نص الايه المسافة. يبقى اقيس 2 سنتي اللي هم بيعبروا عن 2 متر، واخد الايه اول الجناح بتاعي. بنفس الكلام على طول اقيس 2 سنتي تحت واخد الايه رسم الايه الجناح الثاني. يبقى ده كده الجناح الايسر بدايته وده الجناح الايمن ايه بدايته. بعد كده تعالوا احنا بنحدد الرسمه بتاعتنا الاول، بعد كده نطلع كده نشوف في الاليفيشن. ده كده منسوب افتراضي اللي هو منسوب الايه القعده اللي احنا قلناه وخدناه من الرسم هيبقى كام؟ 3 استنتجناه. منسوب سطح القعده كام؟ 4. يبقى قيس هنا 1 سنتي اللي هو 1 متر. خلاص بقى 1 سنتي يعني 1 متر، 1 سنتي على الرسم يبقى 1 متر في الايه في الطبيعه. لو قست 1 سنتي واروح عامل المستوى بتاعي ده مستوى سطح القاعده اللي هو ايه 4، اجي من هنا اقيس 3 سنتي اللي هم يدوني منسوب كام؟ منسوب 7. يبقى كده انا رسمت منسوب 3، منسوب 4، منسوب ايه 7، ورسمت تحت اللي هو اول الايه الجناح وده اخر الايه اول الجناح من هنا وده اول الجناح من هنا. اجي بقى اقول طب ما هو كده ده بداية الجناح، ما انا ممكن اخد مسافة 10 متر اللي هم 10 سنتي اللي هم طول الايه طول الجناح. طبعا طول الايه الجناح قبل ما نجيب طول الجناح احنا ممكن هنا نروح حاطين ونحدد المسافة اكس المهمة ديت ونتقل عليها كمان اللي هي ناخدها نقيسها كام؟ نقيسها 3 متر كده، نقيس 3 متر كده ونروح ايه راسمين ده كده الجزء بتاع الحائط الصندوقي بتاعي ايه اكس عشان ابقى محدد رسمي وبادئ رسمي. طبعا اللي بعمله في الجناح الايسر اعمله في الجناح الايمن، اللي اعمله في الجناح الايمن اعمله في الجناح الايه الايسر.
يبقى احنا تقلنا دولك عشان يبقى الرسم واضح قدامي، وان انا خلاص هبتدي من هنا الايه رسم الجناح بتاعي، وديت الرجل بتاع الحائط الايه الصندوقي. الخطوة اللي بعد كده قلنا بناخد ايه بقى، بروح قايس من هنا لحد هنا كده 10 سنتي، اقيس من هنا لحد هنا كده 10 سنتي، واروح واخد خط خفيف كده رأسي اهو، ان كده نهاية الايه الجناح بتاعي اللي هي المسافة ايه 10. زي ما اتفقنا اللي بعمله في الجناح الايسر اعمله في الجناح الايمن. طب ما انا ممكن اعمل كمان حاجة فوق، اقول ده نهاية الايه نهاية الجناح بتاعي، يبقى هنا نهاية الجناح بتاعي. تعرفين يعني ايه نهاية الجناح بتاعي؟ يعني نهاية الحيطة الايه المايلة، يعني هنا كده هتبقى الحيطة المايلة، هنا كده هتبقى الحيطة المايلة. طب عشان تبقى الصورة واضحة قدامنا ما نبتدي نرسم الحيطة المايلة. الحيطة المايلة هنا عندي ميلها كام؟ 1:1. خلونا نبسط الأمور، 1:1 يعني هاجي هنا من النقطة ديت وبالمثلث 45 الوتر بتاعه يبقى كده، واروح ايه راسم الايه الحيطة بتاعتي اللي هي ميلها 1:1. يبقى هنا كده الحيطة المايلة هيبقى بعدها المستقيم كده، وبعدها الايه الصندوقي، او نعكس بقى في اتجاه حركة المايه كده، الصندوقي كده المستقيم كده في الاخر خالص الايه المايل. رسمت الحيطة المايلة وده نهاية الايه الحيطة المستقيمة وبداية الحيطة الايه المايلة. طيب ما تيجي بقى نسقط الكلام ده فين؟ في المسقط الافقي. يبقى عندي ده اهي، ابتدي ايه اروح واخد كده اسقاط على المسقط الافقي، ده الحد الفاصل ما بين اللي على الشمال الحيطة المستقيمة واللي على اليمين الحيطة الايه المايلة. خلاص يا شباب، اللي بنعمله في الحيطة اللي فوق نعمله في الحيطة اللي ايه اللي تحت، الجناح ده الايسر ده الجناح الايه الايمن، دي نهاية الحيطة الايه المايلة. تمام. بعد كده احنا عرفنا ده نهاية الايه نهاية عرض الجناح بتاعي 3 ايه متر. يبقى هنا ببتدي اخد خط كده على ان ده هيبقى الحائط الايه الصندوقي بتاعي، نعمله برضو فوق اهو كده نهاية الحائط الصندوقي بتاعي، وناخد الخط اللي بعد كده نقيس على الخط اللي احنا عملناه. خلي بالكم كل خط بنعمله بيساعدنا في الرسم، بمعنى ايه؟ ده كده نهاية الرجل الصندوقية اللي هي الاكس، وده النهاية كده. اجي من هنا لهنا كده اقيس ايه عرض الحيطة، ما انا عارف ان ده سمك الحيطة من فوق كده هيجي كده ومرسومة قدامي، هو مديني البلان يعني، ده كده الايه انا بنقل من رسمة موجودة، ده كده هيبقى سمك الايه الحيطة. طيب يبقى اقيس هنا كام سمك الحيطة ايا كان بقى، هو مديني 50 خلاص، وبرضه فوق كده. تمام. هنا بقى وصلنا لمرحلة مهمة جدا جدا، ان انا عندي هنا سمك الحيطه الصندوقيه وهنا سمك الحيطه الصندوقيه، ودي بقى الحيطه الايه المستقيمه، الجزء يعني ده بتاع الصندوقيه وبعدين الجزء المستقيمه وبعدين الجزء الايه المايله، برضو ده عرضه كام؟ هو عرض الحيطه من ايه من فوق. شفتوا بقى هنا اروح قايس هنا كده عرض الايه الحيطه من اي حته بقى، هنا ممكن ارسم من هنا عرض الحيط، من هنا عرض الحيط، طالما انا برسم صح هلاقي اكتر من مكان يساعدني في الرسم. يعني ده ممكن اعتبره خط قياس واقيس عليه هنا عرض الحيط، ممكن ده اعتبره خط قياس واقيس عليه عرض الحيط، هنا كده اللي هو عرض الايه زي ما احنا قلنا الرجل الصندوقيه والحيطه المستقيمه. طب خلوا بالكم بقى مهمه جدا جدا، طب انا لما احدد الايه المسافه اللي هي هنا كده عرض الحيطه مثلا 50 سم، شوفوا بقى بدايه السمك هنا متحدد ونهاية السمك هيقف هنا، فليه انا اعمله خط خفيف وبعدين ارجع تاني اتقل عليه وما يجيش عليه؟ طيب ما هو انا متأكد منه هنا بقى 1000000%، ما انا ارسمه خط ايه تقيل. يبقى انا بقيس هنا عرض الحيطة بتاعي اللي هو العلوي واروح رسمه خط تقيل، ومتحدد من ايه من هنا لحد هنا، خلاص هيشوفوا بقى سمك الحائط من اعلى وبعدين دي الحيطة الايه المايل. تاني
اقيس من هنا كده كام عرض الحيطه اللي هو العلوي، واروح ايه الخط بتاعي تمام التمام. نيجي دي مهمه بقى جدا جدا في الرسم كده، عرض الايه الحيطه العلوي. تفتكروا بقى احنا هنا بعد الجزء ده في ايه؟ هنا بقى في المسقط الافقي ده، هنا في الجزء ده اللي هو مين؟ ده ربع الايه الاتش. هنا بقى كده ربع الاتش، ما احنا قلنا المسقط بتاعي بتاع الحيطة الخرسانية العادية بيبقى السمك من فوق بي ومن تحت بي زائد ايه ربع اتش، يبقى هاجي هنا اقيس مين؟ ربع اتش. طيب هي فين ربع اتش؟ ما انا عندي اتش 6 و4، ربع الاتش كام؟ ما هو فرق 6 من 4 2، ربع الاتنين كام؟ نص. يبقى هقيس هنا مسافة كام؟ نص، وتبقى دي ربع الايه الاتش اهي، واخدها برضو ايه تحت. خلي بالكم انا باخدهم الاتنين مع بعض لانه الاتنين خط رأسي على نفس الكلام، يبقى بنفس الايه المسطرة مع المثلث برسم الاتنين ايه مع بعض عشان يبقى الرسم فيها ايه تماثل دايما. يبقى خلي بالكم بقى نعيدها تاني، بقيس هنا ربع الاتش وبعدين بالمسطرة مع المثلث اخد دي كده ودي على طول معاها تمام. خلي بالكم اللي انا عملته هنا مع ديت ما انا ممكن اعمله هنا برضو، يعني من هنا برضو هيبقى فيه ربع الايه الاتش. خلي بالكم من ديت، يعني هنا الحيطة بتاعتي ده كده ربع اتش، ما هو زي ما ده سطح علوي فوق هتبقى الربع اتش ماشية كده وجاية ايه كده متعامدة عليها. فاجي هنا نفس الكلام اقيس ربع الايه الاتش، او هنا واقيس ربع الايه الاتش، اشتغل فوق او اشتغل ايه تحت اهو، ده ربع الاتش. هنا برضو انا متأكد من بداية الخط ونهايته، بروح متقل ايه عليه اهو تاني ربع الاتش اهو خلاص. طبعا هعمل الكلام ده فوق، بس هنا بقى تعالوا نشوف الحيطة المايلة بتاعتي. الحيطة المايلة بتاعتي بدايتها كام؟ بدايتها اتش، بدايتها اتش، وميلها كام اللي هو هنا في الجانب 4 لـ1، يبقى عند النقطة ديت هيبقى هنا في ايه ربع ايه اتش، ربع اتش. ما هي الحيطة المايلة مع الحيطة المستقيمة مشتركين في ايه؟ في ارتفاع اللي هو اتش، يبقى هنا المسافة دي ربع الاتش، دي للحيطة المايلة وللحيطة الايه المستقيمة. نقطة مهمة جدا جدا، طب الحيطة هنا بقى المايلة ارتفاعها كام؟ ده مفيش ارتفاع، ده ارتفاعها 0 اهي اللي هو ده اسقاطها، يبقى ارتفاعها هنا كده كام؟ 0. طب لما يكون ارتفاع الحيطة المايلة هنا هو مفيش ارتفاع، ده هي على سطح الايه القاعدة. طب طالما مفيش ارتفاع دلوقتي مبدئيا معايا، يبقى ايه؟ يبقى ربع الاتش 0، يبقى الحيطه المايله هنا ربع الاتش بصفر، وهنا ربع الاتش موجود له ايه قيمه زي الايه زي الحيطه المستقيمه. اذا هنا ده الميل بتاعي 4 لـ1 ربع اتش، وهنا 0، يبقى اروح موصل الايه ده كده بده كده، يديني ايه المحل الهندسي بتاع المستوى اللي مايل 4 لـ1، 4 لـ1 يعني ده ربع الاتش، والاتش هنا كانت الكبيره دي وهنا ربع الاتش ايه 0. اللي اتعمل هنا هنعيده فوق، بصوا بقى معايا وركزوا. هنا انا عندي ده ربع الاتش، طيب مع الحيطه المستقيمه دهيت هيبقى هنا في ايه ربع اتش، واروح هنا قايس الربع اتش واروح واخد الايه الجزء ده. اتفقنا ده كده ربع اتش، هنا كام؟ هنا ربع الاتش ايه 0، المحل الهندسي خط ايه مايل. يبقى كده انا رسمت ايه؟ ده انا كده رسمت الجناح خلاص، كده الجناح هنا اترسم والجناح هنا اترسم، ده سمك الحائط العلوي، ده كده ربع اتش هنا وده ربع اتش هنا، وطبعا اللي فوق زي اللي ايه اللي تحت. طالما رسمت الايه الجناح بتاعي اليسار والجناح اليمين، عايزين نرسم القاعدة. خدوها بقى قاعدة مهمة، طالما رسمت الحيطة الخرسانية بتاعتي احاوط عليها بالرفرفة،
يبقى ابعد عن كل حدود الجناح بتاعي بمسافة ايه؟ ربع، اللي هي مسافة الايه؟ الرفرفة. نخلي بالنا بقى مسافة الرفرفة ده من الجناح، بس خط ايه هنا؟ نعتبره مثلا في البلان خط رأسي اهو، هنا كده خط رأسي، يبقى هبعد عنه ربع رأسي، ده خط أفقي، أبعد عنه ربع خط أفقي، ده أفقي، أبعد عنه ربع، يبقى الرفرفة بتاعتي بره الإيه؟ الحدود، بره. طب ده مايل، هاخد برضو الرفرفة إيه؟ مايلة، معايا؟ هنا رأسي كده أخده كده، هنا كده أخده كده، يعني همشي الرفرفة بخطوط موازية تبعد الرفرفة اللي هي 25 سنتي عن كل حدود الإيه؟ الجناح. نبتدي من هنا اهو، اروح واخد كده ويبقى على تحت، يبقى دي الرفرفه عن الايه؟ الحد بتاع الايه؟ الرجل الصندوقيه اللي هي المسافه اكس. هنا باخدها معايا فوق، طالما الخطوط معايا ماشيه بالمثلث اخد ايه مع الاليفيشن اللي بعده. بصوا بقى بقى اللي بعده، الرفرفه اللي هي بعد المسافه ديت، البعد من هنا برضو نفس الكلام، دي اخدها مع اللي تحتها على طول، اخد الاتنين ايه مع بعض اهو، الاتنين مع بعض، يبقى انا خدت كده ايه الرفرفه من هنا وخدت الرفرفه ايه من هنا. نشوف الرفرفه اللي بعدها، بصوا بقى معايا هنا الرفرفه اللي ايه اللي بعدها دي، الرفرفه دي مظبوط، يبقى انا خدت الرفرفه اللي هي بعد عن ده، اللي بعده الرفرفه اللي زيها، اللي بعده، اللي بعده، فأنا خدت الرفرفة دي، آجي أبعد عن المايل مسافة عمودية مسافة الإيه؟ الرفرفة. خلي بالكم من الحتة ديت عشان أنا هقول برضو فيها حل تاني. هنا بروح واخد موازي للكلام دوت وعلى مسافة عمودية اللي هي مسافة الإيه؟ الرفرفة، هنرجع لها تاني حالا. طيب خدت ده، أروح واخد اللي زيه تحت كده، تمام، يبقى انا بعمل خطوط موازيه للجناح بتاعي تبعد عنه كام اهو، تبعد عنه المسافه ايه؟ ربع، ماشي. طبعا اتبقى لنا هنا الخط ايه دوت والخط ايه ده كده، طبعا برضو زي ما احنا ايه معتادين، اللي اقدر اخده معايا في الاليفيشن على طول اخده، تمام. طيب بصوا بقى معايا، كل ديت خلاص بقت خطوط منتهية أقدر إيه أسقطها وأتقل إيه عليها. ده كده الخط ده بتاعي اللي هو إيه مع الرفرفة بتاعتي، تقلت عليها مع الرفرفة إيه بتاعتي، وهكذا بتقل على كل الخطوط. ده بقى الخط ده، تمام أوي أوي، بقفل هو هنا مدام كله بقى خفيف كده، أروح تقل على الخط دوت اللي هو بتاع الإيه الرفرفة، يعني أنا ببتدي اتقل على الخطوط اللي ايه اللي عندي وارسمها، مظبوط. خلاص بقت كلها خطوط ايه اسقاط، بتقل عليه اسقطها، ماشي، الرفرفه فوق الرفرفه تحت. هنا بعد ما مهم جدا جدا الجزء الايه اللي هو بتاع الفينيشنج، ان انا اخلص كل الايه الحاجات اللي انا رسمتها خفيفه عشان الرسم بتاعي يوضح. برضو نيجي على الاليفيشن، ده السطح الايه العلوي، ده سطح الايه القاعده، وبعدين ده الايه القاعده، ده كده نهايه الايه القاعده، اكيد هاخد الخط دوت، ماشي، اللي هو الراس بتاعي. هنا باخد كل الخطوط بقى اللي هي كانت عندي رسمها خفيفه، ببتدي اتقل ايه عليها، تمام كده. انا تقريبا تقريبا من حيث الخطوط والاسقاطات البلان اكتمل، الاليفيشن اكتمل عدا الحيطه الايه المايله. طبعا نخلي بالنا من دي قوي قوي قوي، ان هنا زي ما اتفقنا قلنا هنا في ميل 4 لواحد وهنا في ميل 4 لايه لواحد، يبقى السطح الخط اللي ده خط ايه او المستوى ده مستوى فاصل ما بين ان الميل ده في الاتجاه ده والميل ده في الاتجاه ايه دوت، فده نروح قافلين الحته ايه دي، تمام كده. نبتدي بقى نرسم في الحيطة المايلة، متفقين مفيش حيطة نقدر نعملها ويكون ارتفاعها ايه صفر. واحد يقولي طب ما احنا خدنا هنا ربع الاتش وخدناه على انها صفر، تمام
تمام، ده بالنسبة للايه؟ للميول الجانبية. لكن هنا مش هقدر اصبها على صفر، هتيجي ازاي؟ ده الحتة ديت مش هتنفع تتصب بالشكل دوت. فانا هنا بعمل لها ايه؟ أدمة، والأدمة دي بتثبت الحيطة كمان. انتوا عارفين دي مثبتة مين؟ اللي هي زي حوافر ابو الهول اللي هي محطوطة ايه؟ قدامه. ديت لو ما كانتش موجودة كان ممكن الايه؟ التمثال نفسه يبتدي ايه؟ ينهار من الحتة ديت ويتآكل. فدي بنسميها أدمة. الأدمة ديت بنعملها ارتفاع 50 ايه؟ سنتي. طيب خلاص، يبقى انا طلعت من منسوب 4 لمنسوب ايه؟ 4 وايه؟ ونص. واروح عامل لها عند 4.5 مستوى افقي لحد الميل بتاعي، وخلاص كده يبقى استكمل الميل بتاعي. يبقى اداني هنا حيطة مايلة كده ومعمول لها الأدمة ديت كأن الحافر كده اهوت، ويبقى كده خلصت الحيطة المايلة اللي هي بأدمة. كده استكملنا تقريبا البلان مع الايه؟ مع الاليفيشن. انا قلت خلي بالكم ان انا هرجع في الحتة المايلة ديت لايه تاني. في مهندسين بيبقى صعب عليهم الرسمة دهية وتنفيذها. طب ما انا ممكن استغنى عنها ببساطة شديدة، وهيبقى في شوية خسارة في الخرسانة بتاعتي. ما انا امشي بالخط دوت لحد الاخر واقفل الجزء ده ايه؟ مستطيل. يبقى انا هخسر شوية خرسانة بهذا المنظر، لكن هتسهل عليا عملية الايه؟ التنفيذ. مظبوط. وهتبقى هنا الرفرفة زيادة شوية، مش هتخسر حاجة ولا فيها اي ايه؟ مشكلة معايا. ولو اتعملت واترسمت، ها، بس تكون فاهم انت بتعمل ايه، مش هنقول عليها اي حاجة. احنا يعني زي ما بنقول دائما وابدا، هناك الحل الامثل وهناك حلول اخرى صحيحة صحيحة، لكنها بتبقى مكلفة ايه؟ زيادة شوية. كده خلصنا المسقط الافقي والايه؟ القطاع الرأسي بتاعي. اوعى تنسى ان احنا واخدين قطاع رأسي هنا، فاحنا شايفين الجناح بتاعنا من ايه؟ من بعيد. احنا مش قاطعين فيه، احنا قاطعين في المحور ما بين الايه؟ الجناحين، اللي هو القطاع ايه؟ اي اي. نبتدي دلوقتي بقى الحاجة الجديدة بالنسبة لنا، اللي هو رسم المسقط الافقي، وهنا هيبقى قطاع المسقط الجانبي، وهنا هيبقى قطاع جانبي اللي انتم وانا قلته في بداية الايه الكلام، اللي هو ايه؟ بي سي دي. هنا كأني باصص كده، يعني عينيا باصة كده، ده كده الخط ده خط الايه؟ المناسيب، زي الخط ده بالظبط. يعني كأني جايب الاليفيشن وكده وايه في حتة المناسيب، وجايبه من هنا لهنا كده. انت بقى ده عملية عكسية، جاي كده وجاي كده. احنا ما بنعملش الحاجات دي بتاعت رسم اعدادي. انا هنا ابص كده واسقط. طيب يبقى ده منسوب كام؟ ما خلاص احنا عرفناه، منسوب 3. اقيس كده 1 ايه؟ سنتي. يبقى ده كده منسوب ايه؟ 4. اقيس كده 2، يبقى منسوب كام؟ 6. مظبوط. طبعا كده منسوب 6. بيتهيألي انا في البداية قلت هنا من منسوب 4 نقيس 3، يبقى منسوب ايه؟ 7. هنا المفروض يعني خطأ المساء، هنا المنسوب ايه؟ 6. تمام. نبتدي بقى دلوقتي نعمل عملية الايه؟ الاسقاط من الايه؟ البلان للايه؟ القطاع الايه؟ الجانبي. اول حاجة تقابلنا اكيد الايه؟ المستوى ده. طبعا ده اللي هو بنوضح بيه احنا بنقطع ازاي. هقطع وابص كده وهقطع وابص كده عشان اوضح ايه لنفسي. ماشي. طيب نشوف بقى اول حاجة عندي ده. ده القاعدة، دي الرفرفة القاعدة اهي. يبقى هنا من منسوب 3 لمنسوب ايه؟ 4. اللي بعده ده الحيطة بتاعتي اللي هي من منسوب 4 ل 6. الحيطة بتاعتي من منسوب 4 ل 6. خلي بالكم، يبقى انا اسقطت ده واسقطت ده. هاجي بعد كده، هل انا شايف ده؟ لا طبعا، ده كده مداري عليه. يبقى اللي ما شوفوش ما اسقطوش. يبقى ده خلاص
مش شايفه، ده خلاص مش شايفه، ده خلاص مش شايفه. ده اول حاجة باينة عندي، وده عبارة عن ايه؟ الحيطة بتاعتي، الارتفاع بتاع الحيطة بتاعتي اسقطه، يبقى ده كده انا شايفه. يبقى هنا شايف القعدة، وشايف بداية الحيطة، شايف نهاية الحيطة. هنا انا بتكلم من الاتجاه اللي انا ماشي ايه فيه، لكن ده هو وش الايه؟ الجناح بتاعي. هنا اخر حاجة ده اللي هو نهاية الايه؟ القعدة. كده يبقى انا باصص على الرسمة بتاعتي كده، ها؟ شايف القعدة، شايف الارتفاع، شايف الارتفاع، شايف القعدة. خلاص احنا خلصنا من دي، ندخل بقى هنا كده، وانا هقطع كده، يبقى هقطع كده، يبقى انا عند الخط ايه ده؟ عند المستوى ايه ده؟ يبقى هنا شايف ايه؟ شايف القعدة برضو، وبعدين هنا شايف الحيطة الرأسية بتاعتي اهو. هنا شايف ايه؟ شايف الحيطة العلوية، العرض ايه؟ العرض بي، اللي هو هنا العرض ايه؟ بي. يبقى انا اخد ديت واحددها هنا كخط ايه؟ خفيف، ها؟ بس اعبر عنه ان هو ايه؟ بي اهو. طيب هنا احنا ما حطناهوش، ما عبرناش عنه بي، ما فيش مشكلة. طيب هنا ده كده ايه؟ بي. طب اللي بعده كام؟ ربع الايه؟ الاتش. يبقى النقطة ديت نهاية الميل فين؟ عند الايه؟ عند سطح الايه؟ القعدة. هنا اهو سطح الايه؟ القعدة. يبقى المسافة ده هي هتبقى بي زائد ربع ايه؟ اتش. طبعا انت لو خدت هنا كده اللي هي مش واضحة هنا في الرسم، ومشيت على ديت وحطيتها هنا، ممكن تحطها نقطة تعبر عن المسافة ايه؟ بي. اخر حاجة عندي هنا اللي هو الايه؟ القعدة. اوعى تنسى الجزء ده مقطوع فيه، انا قاطع ايه فيه. نبتدي بقى نرسم الايه؟ الخطوط الايه؟ التانية اللي هي في السايد فيو. ده السطح اللي هو سطح 6. هنا بقى الحتة ديت اللي هي العرض كام؟ العرض بي اهو. العرض ايه؟ بي. نكمل بقى هنا بقى ايه؟ المستوى بتاع القعدة دي كله اللي انا باصص عليه من هنا، اللي هو مستوى القعدة دي اهي، المستوى ده كله ده كده يبان هنا ايه؟ خط كده اهو. وبعدين الجزء اللي انا قاطعه طبعا مع بعض، الحته دي هتبان كده، وبعدين دي تبان كده اهو، اروح ايه؟ متقل عليها. خلاص كده يتبقى عندي هنا القعده بتاعتي، وهنا القعده ايه؟ بتاعتي. هنا القعده، وهنا الايه؟ القعده. تمام كده؟ يتبقى لنا ايه؟ لو وصلت النقطه دي بالنقطه ديت، خلاص انا عارف دي بي، ودي بي زائد ربع ايه؟ اتش. الرسم بيستنتج نفسه. اروح راسم الايه؟ الميل 4 إلى 1. وبكده يبقى انا رسمت ادي القطاع الرأسي، المسقط الافقي، القطاع الجانبي اللي هو A B C D. تمام؟ اللوحة دلوقتي اكتملت رسم واسقاط. المهندس التنفيذي لو مسك لوحة زي ديت مش هينفذ أي حاجة، مفيش أي بيانات، مفيش أي مناسيب، مفيش أي أبعاد، مفيش أي حاجة يقدر ينفذها. إذن لابد من استكمال الرسم بإظهار البيانات، حتى أبسط حاجة نكتب هو ده إيه؟ مسقط أفقي، ده إيه؟ قطاع، وهكذا مسميات الإيه؟ المساقط بتاعتي طبعا، والبيانات كلها. انا استخدمت خطوط خفيفه، قد تكون الخطوط الخفيفه اللي انا بستخدمها بمهاره عاليه، يبقى مش هحتاج امسح. طيب انا بقى يعني عندي خطوط كتيره وعايز انظف الايه؟ الرسم. ابدا المرحله دلوقتي قبل كتابه البيانات وقبل الدخول على تشطيب اللوحه، ابتدي امسح الخطوط ازاي. ده فاحنا عاملين هنا خطوه اهي، طبعا خلي بالك بقى، خلي عينك بقى على الايه ده، الخط ده مثلا زياده مش عايزه، الخط ده اروح مسحه، الخط ده مش عايزه اروح مسحه، اللي بعده مش عايزه امسحه. اذا هنا بستخدم الاستيكه كمهاره لمسح الايه؟ الخطوط الزياده. عينك بقى في الرسم وشوف انا ايه اللي بيتمسح، يعني اللي احنا مسحناه دلوقتي خط زي ده، يعني لو سبته مفيش مشكله، لكن اهو نمسحه بقت الرسمه ايه؟ احسن وايه؟ واوضح. وبنكمل الايه؟ كده مسحنا الخطوط الايه؟ الزياده. عايز بقى ابتدي اكتب الايه؟ الابعاد والبيانات اللي عندي
اللي هي انا احتجتها لايه؟ ان انا ارسم بيها، يبقى هيحتاجها المهندس التنفيذي للايه؟ للتنفيذ. اول حاجه عندي وتعلمناها في الرسم المدني حاجه جديده، اللي هو ان انا اكتب المناسيب اللي هي بتعبر عن الايه؟ الارتفاعات. المناسيب بين قوسين والاقرب سنتيمتر اهو، يبقى هنا منسوب 6، هنا منسوب 6. اكيد على طول واحد يسال، قال طب ما احنا كتبنا 6 هنا على الشمال، ليه برجع تاني اكتبها 6 على اليمين؟ عشان نؤكد ونقول للمهندس ان السطح ده افقي، ما طلعش لا فوق ولا نزل ايه تحت، هنا كان 6 وبعد ما مشي وصل للاخر بقى ايه؟ 6. هنا ما بقاش 6، ابتدى يميل، ابتدى يروح لكام؟ اه بقى الله اعلم، هنا هيروح لاربعة ونص، طب هنا راح لكام؟ وهكذا. اذا هنا المنسوب بتاع السطح 6 بكتبه في اكتر من ايه؟ من مكان. احنا كتبنا المنسوب 6 في الاليفيشن، نكتبه في البلان اهو على الحيطة من فوق برضه في اكتر من مكان عشان أأكد ان الحيطة ايه؟ افقية. طيب هي رجل الصندوق ده اهي كده، الرجل بتاع الحائط الصندوقي ده كام؟ هنكتبها 6، نأكد عليها 6، مظبوط كده؟ يعني انا بكتب البيانات واوضحها بحيث ان ايه اللي يقرا البيانات يفهم الرسم ايه مباشره. طب خلصنا منسوب السطح فين؟ في البلان. نروح للسايد فيو، 6 6 كده، تمام كده تمام. ابتدي اشوف منسوب سطح القعده، منسوب سطح القعده كام؟ 4 اهو، 4 4، باكد عليه كده، كفايه كفايه. نروح لمين؟ للاليفيشن أو هنا، لا مش كفاية كتبناه كمان في الآخر، ها يبقى هنا أروح للإليفيشن 4، أكيد هنا أروح كاتب إيه؟ 4 كده، يبقى خلصنا. خلي بالكم بقى، دي بنكتب في الإليفيشن ننزل للبلان، نروح للسايد فيو نكتب في السايد فيو، نروح للإليفيشن ننزل في البلان، بشطب المساقط الثلاثة إيه؟ مع بعض. إذا أنا وصلت المنسوب سطح القاعدة اللي هو كام؟ 4. تحت بقى أهو 4 4 ماشي، اللي هو السطح ده كله، كل السطح اللي انا ماشي بعلمه ده كله منسوب سطح الايه؟ القاعده، اللي هو ايه؟ 4، مظبوط اهو. هو طبعا مماثل له تحت في الايه؟ في البلان. يبقى احنا كتبنا منسوب سطح القاعده اللي هو 4 في السايد فيو، في السايد فيو، في الاليفيشن، في الايه؟ في البلان. يتبقى لي منسوب الايه؟ القاعده نفسه، اللي هو منسوب كام؟ 3. نخلي بالنا ان منسوب القاعدة 3 هيبان في الاليفيشن اهو، وهيبان فين؟ في السايد فيو، بيبان في السايد ايه؟ فيو. طب ليه ما بيبانش في البلان؟ لان هنا منسوب 4 ده هو منسوب سطح القاعدة، والقاعدة موازية للايه؟ لسطح الايه؟ القاعدة، يبقى الاتنين منطبقين على بعض، فما بيبانش هنا منسوب ايه؟ القاعدة بتاعتي اللي هو منسوب 3، يبان في الاليفيشن ويبان فين؟ في السايد فيو. كده خلصنا مرحلة الايه؟ المناسيب. عندنا الحيطة دي ميل 4 لواحد، لأن المسافة دي ربع اتش، دي الحتة ده هي ميل 4 لواحد، دي كده ميل 4 لواحد، دي كده ميل 4 لواحد. اوعى تنسى ده ميله 1 لواحد، الحيطة دي ميلها 1 لواحد، الحيطة دي ميل. طب أنا أعرف منين؟ يبقى لازم البيانات اللي إيه؟ أستكمل البيانات اللي هي التهشير بيانات وإيضاح للإيه؟ للرسم. هنبتدي هنا نهشر اللي هو ايه؟ تهشير ميل الحيطة اهو في الاتجاه الناحية التانية، في الاتجاه الناحية التانية، الميل الناحية التانية اهو كده، تمام. 4 لايه؟ لواحد، تمام. اللي تحت الميل العكس الناحية دي من ايه؟ من 6 لاربعة، من 6. شوف حتى الكتابة بتوضح لي الميل بيجي منين لفين. خلاص خلاص، يبقى انا عملت ميل الحيطه الايه؟ المستقيمه، والجزء الايه؟ بتاع الصندوق الاولاني. ها تعالوا بقى نشوف الحيطه دي اللي هي الرأس اللي هي هنا، دي ميلها كام؟ 1 لواحد، تبان هنا مايله ايه؟ 1 لواحد. اروح راسم اهو 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 مايل، طبعا دي زيها زيها بالظبط اهو، ميل 1 لايه؟ لواحد. ماشي متأكدين اهو؟ متأكدين. يبقى احنا كده عملنا الميل بتاع الحيطه ديت، وعملنا الميل بتاع الحيطه دي. طب ما هي دي مايله كده ودي مايله كده في الاتجاه ده، يعني دي مايله ناحيه اليمين ودي مايله ناحيه اليمين، من منسوب 6 ل 4 زي ما دي مايله من 6 لايه؟ ل 4، وعشان كده حطينا الخط الايه؟ الفاصل دوت اهو.
هنا عملنا الميل بتاعنا اللي هو 4 لـ1، نعمله فوق بقى 4 لـ1. خلاص خلاص كده، نستكمل بقى شوية البيانات اللي لسه احنا ما استكملهمش. زي ايه؟ اوعى تنسى ان الميل ده 1 لـ1 وده 1 لـ1. طب ما نكتبه 1 لـ1، اجي تحت هنا واكتب ايه 1 لـ1، وطبعا تحت هنا واكتب 1 لـ1. تمام تمام في حاجة ناقصة؟ القدمة دي منسوبها كام؟ اهو ده سؤال على طول هنا، ما خليش فيه اي اسئلة، اروح كاتب المنسوب 4.5 اهو فوق، هنا كده منسوب 4.5 تحت اهي، ها هنا كده منسوب 4.5. محدش بقى يكسل ويقول انا كتبتها هنا ما اكتبهاش هنا، ليه؟ لان انت ممكن تكتبها في حتة صح وممكن تكتبها في حتة ايه غلط معايا، فالمكان الصح هيدلك على انك غلطان في حتة ايه تانية. واوعى تنسى انه كتطبيق عملي، انا اول ما ابتديت رسم هذه اللوحة اخطأت وقلت هنا المنسوب ده كام 7، وناخد المسافة دي كام 3، وبعدين طلع ان الكلام دوت انا صححته اثناء ما انا بشغال في الرسم، لما وصلت لسايد فيو عرفت ان المنسوب دوت وتأكدت ان هو 6 وده 4، فصححنا وكتبنا الرقم الايه الصحيح. ولو انا كنت واخده 3 من بداية الرسم خطأ، هصححه وامسحه واخليه المسافة 2، ويبقى المنسوب بتاعي ايه 6. كده احنا ها استكملنا الايه المراحل بتاعتنا، لكن برضو باقي حاجات بسيطة بنفنشها. الميل ده كام؟ 4 لـ1، مظبوط اهو بكتبه الميل 4 لـ1. ده كام؟ الميل ده كام؟ 4 لـ1، بكتبه. ما بكتفيش ان انا عارف ان ميل الحائط الخرسانة العادية في التربة المسنودة 4 لـ1، بكتب واكد، وفي كل مرة برسمها وانا طالب وانا مهندس وانا طالع على المعاش، خلاص لازم البيانات تكون ايه مكتوبة. ماشي، خلصنا المرحلة بتاعت الايه المناسيب والميول والحاجات دي. ابتدي بقى اكتب اسماء المساقط. ده مسقط ايه؟ مسقط افقي، بكتبه بخط نظيف مسقط افقي وفي مكان مناسب. طيب ها هعمل ايه كده؟ ده كده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ها ده قطاع رأسي، قطاع رأسي اهو، قطاع رأسي اي اي بكتبها اي اي، قطاع رأسي اي اي. تمام، اللي بعده ده قطاع اي بي سي دي. قطاع ايه ده؟ ده قطاع جانبي. خلي بالكم يمكن ما نبهتش عليها، لكن اكيد انتوا لاحظتوها، ان انا بتعامل مع السايد فيو وكاني باصص كده، شايف الكتابه كده، منسوب 6 كده، منسوب 4 كده، انا باصص للسايد فيو وبسقطه من المسقط الافقي وانا باصص له كده، فبرضو الكتابه هتبقى كده اهو، قطاع جانبي اي بي سي دي، وكان انا عشان اشوف الـ القطاع الجانبي بتاعي لازم اقف كده وابص له كده، وكأن دي الارتفاعات بتاعته وده البصه بتاعته واضحه وسهله، اللي هو القطاع الرأسي المعتاد، لكن ده هو اللي جديد ايه علينا. بعد كده ببتدي بقى شويه البيانات اللي هم ايه مهمين جدا جدا، ابتدي ايه ها اعملهم. طبعا ده اوعى تنسى ان احنا ايه لسه كاتبين قطاع جانبي اي بي سي دي، وقلنا سي دي قطعين على طول، هنا اروح مهشر ديت خرسانه ايه عاديه، تهشير نظيف تهشير صحيح، شيء يزيد من جمال الايه الرسم، ما يزيدهوش قبحا على القبح اللي بيتم في الايه في الرسم. خلاص، بعد كده عندي المسافة بتاع طول الجناح بتاعي 10 متر، بكتبها. واحد يقول خلاص كتبناها في الاليفيشن عرفناها، لا نكتبها كمان في البلاد 10 متر. طب الرجل بتاعت اكس دي 3 متر اهي، 3 متر. واحد يقول كتبناها هنا، يعني لازم نكتبها هنا، نكتبها هنا، نؤكد الايه المعلومة اكتر من ايه من مرة. مظبوط، في حاجات وانا برسم ممكن انا استنتجها اساعد المهندس المنفذ، وهديك مثال. يعني انا دلوقتي عرض القاعده دي هنا كام؟ لان دي مش عرض القاعده المعتاد اللي احنا قلنا بيه زائد الكلام دوت، لا ده مرتبط بالايه بالمسافه اكس. خلي بالك المسافه اكس دي اللي هي 3 متر،
عرض القاعدة هنا 3 متر زائد ايه؟ اه زائد بروجيكشن من هنا وبروجيكشن من ايه؟ من هنا، ربع من هنا وربع من هنا، يبقى المسافة دي كام؟ 3 وايه؟ ونص. يبقى المسافة هنا 3.5 متر. انا بقى بساعده فاروح كاتب له المسافة 3.5، مظبوط؟ دي بقى المسافة المعتادة بقى اللي هي بي زائد ربع اتش زائد ايه؟ ربع زائد ربع، اللي هي بي زائد ربع اتش زائد ايه؟ نص. يبقى البي بنص، ربع اتش بربع، معايا؟ يبقى كده 50 و25 75، ودي كمان ايه؟ ها؟ نص، يبقى متر وايه؟ متر وربع. ممكن تكون المسافة دي هتتكتب غلط، لأنها محسوبة على إن إيه؟ الارتفاع بتاعي اللي هو الحائط 3 متر، فديت معلش بقى إيه؟ ولا كأنها موجودة. شفتوا على طول وأنا براجع حساباتي، ده ربع وده ربع يبقى نص، وده نص يبقى واحد، وربع الإتش كام؟ ربع، ما تبقاش متر 5 وإيه؟ و70، طبعًا اتحسبت على إن الإيه؟ إن المنسوب ده 4 وده المنسوب ده إيه؟ 7، يبقى أعتبر كأن المسافة ديت مش موجودة. وبرضه يعني بنقول سبحان الله، اهو تطبيق ان ممكن اي حد بيخطأ في الحسابات انما يصحح نفسه بسرعة. طبعا المسافة من الجناح هنا للجناح هنا، ها، معروفة اللي هي المسافة 4 متر، بحطها وبكده يبقى الرسم مكتمل ومنتهي. ومع اطيب التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.